كل سنة وقدسك طيب وبخير بمناسبة مرور 50 سنة على كهنوتك. قدسك سيما على يد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث في يوم 1/7 من عام 1973. أحب أقول لقدسك إن قدسك ليه خدمات كبيرة وجليلة، سواء كانت في مصر بكنيسة العذراء بسموحة في الإسكندرية، أو هنا في أستراليا في تأسيس العديد من الكنائس هنا في سيدني وفي مدينة كوينزلاند، وأخيرا كان في نيوزيلاند. وأنا الحقيقة أخذت بركة قدسك في تحقيق كنت عملته بمناسبة مرور 100 سنة على إنشاء مدارس الأحد. الحقيقة قدسك لم تبخل عني بأي معلومة. قدسك قلت لي ياما كنت بتروح تسافر من بريسبن لحد نيوزيلاند رايح جاي عشان خدمة المهاجرين الجدد في نيوزيلاند، أعتقد في بداية الألفينات في من 20 سنة أو أكتر. فقدسك الحقيقة دي خدمة كبيرة جدا في هذه البلاد، ربنا يديم كهنوتك سنين عديدة وأزمنة سالمة.